بسم الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله الفيديو دوت مش هيكون شرح حاجه جديده، مش محاضره. الفيديو دوت هيكون بالبدايه كده هحاول ألمك شويه المحاضرتين اللي فاتوا، مش ملخص محاضرتين، لا هديك بس كده شويه كلام يفهمك هنحل ازاي في المحاضرتين دول، او في بالاخص في الستيدي ستيت ايرور وفي الراوث تيبل. يعني ممكن تعتبر الفيديو دوت عباره عن انك الفيديوهين اللي فاتوا او المحاضرتين اللي فاتوا خدت شويه معلومات كتير كده، او خدت شوية طرق انك تحل كتير كتير، والفيديو دوت والحل بتاعه هيكون هو عبارة عن ان هو يلملك الكلام دوت كده مع بعض، بحيث انك ما تتلخبطش فيه، يعني ما تبقاش حاجة كل حاجة مع نفسها كده، لا ان شاء الله هنلم كل الكلام ده مع بعض. فتعال نبدأ كده مع بعض. نتكلم الاول على ستيت ايرور. الستيت ستيت ايرور لما كنا بنجيب القوانين بتاعتنا، او لما اثبتنا القوانين بتاعتنا، اثبتناه ان هي الاي اس اس اللي هي الاي ستيت بتاعتنا بتساوي ليميت الاس لزيرو، الاس بتاعتنا مضروبه في الار اس على الواحد زائد جي اتش اس. مش الكلام دوت صح؟ مش احنا اثبتنا الكلام دوت؟ حلو قوي. طب دلوقتي راح جايب لك فانكشن، او جايب لك مساله قال لك الترانسفير فانكشن بتاعتك بتساوي كذا كذا كذا. تروح انت بقى تروح عامل الليميت اس مضروبه في الار اس، وتشوف الار بتاعتك يونت ستيب ولا رامب ولا بارابوليك ايا كان، وتروح حاطط الترانسفير فانكشن في المكان دوت. الكلام دوت مش صح. ليه بقى مش صح؟ عشان الجي اتش اس ديت مش هي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم بتاعتنا. امال هي ايه؟ تعال نفتكر بقى كده، نرجع بالزمن لورا خالص. اول ما اتكلمنا على البلوك ريدكشن بتاعتنا، كان السيستم بتاعنا الاساسي او الشكل العادي بتاع السيستم بتاعنا كان عامل كده، مش صح؟ في هنا ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اس مثلا، وهنا الاتش اس، وهنا اللي خارج اس سي اس، واللي داخل هنا ار اس. تمام. لو بصيت هنا هتلاقي ان المعادله المستخدمه هنا هي الجي اتش اس. هل الجي لما تضرب في الاتش اس هي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم ده؟ لا، دوت فيدباك سيستم. نفتكر الفيدباك سيستم كان الريدكشن بتاعه ايه؟ انا جايب لك واحده واحده، عارف ان ما بقولش حاجه جديده وان الكلام دوت قديم، بس السيستم بتاعك كان عامل ازاي؟ كان الجي اس بتاعتنا اللي هي فوق على واحد زائد الجي في الاتش، صح؟ الجي فانكشن في الاس، يعني الاتش فانكشن في الاس، بس يعني تسهيل هكتب الجي اتش اس على طول. تمام. احنا مش بنستخدم كل ده على بعضه، لا احنا بنستخدم دي بس. طب لو هو اصلا جايب لك في المساله بقى دي كلها على بعضها، هتعمل ايه وانت اصلا مش مستخدمها كلها عشان تستخدم في القانون ده؟ انت عايز دي بس، فمش تعرف تجيب حاجه انك تشيل منها الجي اس. انت ما تعرفش اصلا الجي اس، يعني جايب لك الترانسفير فانكشن بتاعتك كامله كده على بعضها بتساوي 3 على اس سكوير زائد 5 مثلا. انت ما تعرفش فين الجي وفين الجي في الاتش اس في الكلام دوت، عشان الكلام دوت كله هو بيساوي الكلام ده، فمش هتعرف تجيب من هنا الجي اتش اس بس. تمام. فانت لما يجيب لك مساله، احنا نشوف في الشتات بقى كتير، لما يجيب لك مساله فيها ترانسفير فانكشن مش هي دي اللي انت تستخدمها على طول، لا انت محتاج الجي اتش اس بس، الجي اتش اس بس، علشان انا مش بقول لك محتاجها ولازم تجيبها، لا علشان تستخدم القانون ده. طب والله لو انا مش عارف اجيبها، يبقى هتروح بقى تجيب الاي اس اس. اصلا انت بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ مش الاي اس اس بتاعتنا بتساوي الليمت بتاع اس مضروب في الاي اس اللي هي الاي في الاس كده، لما الاس تقول الى زيرو. مش الكلام ده صح؟ ده في الاساسي بقى. يبقى انت محتاج الاي اس بتاعتنا. يبقى الاي اس بتاعتنا بقى انت هاتها من القانون اساسا، او من السيستم بتاعك من اول خالص. الاي اس عندنا بمنتهى البساطه، الايرور عندنا هو ان الار اس بتاعتنا ناقص السي اس بتاعتنا، ايا كان بقى دي ايه ودي ايه، بس هي انت عارف ان الاي اس بتاعتنا هي الار اس ناقص السي اس. وخلي بالك برضو، مش معنى اقول لك ان الايرور هنا وهنا موجب وهنا سالب، يبقى انا اقول لك ان الاي اس بتاعتنا هي اللي داخل الصم ناقص اللي داخل من الصم هنا، اللي هو ناقص، قصدي اللي هو الار اس ناقص السي في الاتش اس. ده مش معنى الكلام ده، مش ده الصح. الصح ايه؟ الصح ان الايرور بتاعتنا هي الار اس ناقص السي اس. بغض النظر بقى هنا السي اس مضروب في الاتش اس، ولا في هنا اساسا في كنترولر قبل السمشن اساسا الار اس داخله هنا كده، فتقول لي برضو ان الاي هي اللي داخل من هنا مضروب في الفانكشن دي ناقص السي اس. لا لا، الكلام ده كله لا، الكلام كله لا. بمنتهى البساطه الايرور بتاعك هو ايه؟ الايرور بتاعك هو الار اس ناقص السي اس، بغض النظر عن شكل السيستم. حلو. يبقى احنا عايزين نوصل ليه؟ عايزين نشوف فورمولا، او مش فورمولا، خلاص انت هتمشي بقى من اول خالص للكلام دوت. ليه؟ عشان انت ممكن تبقى محتاج الترانسفير فانكشن على بعضها. فهنعمل تركيبه بسيطه، اللي احنا هناخد الار اس بتاعتنا عامل المشترك بتاعنا اللي احنا عارفينها، اللي هي ايه؟ اللي هي ممكن تكون يونت او فيلوسيتي او يونت او رامب او بارابوليك، اي حاجه احنا عارفينها دي. واحد ناقص السي اس
لما تاخد عامل مشترك الـ RS، فالـ RS هتقسم على الـ RS والـ CS هتقسم على الـ RS. مش ده شكل الترانسفير فانكشن بتاعك اهو؟ يبقى انت عرفت تجيب الاي اس بتاعتك بمنظر للترانسفير فانكشن الاساسيه، ده الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم كله. فساعتها بقى مش هتعرف تستخدم القانون دوت على طول. القانون دوت هو هو القانون دوت، بس ده بطريقه تانية. انت لو عوضت، لو عوضت ان الكلام دوت يونيتي فيدباك، يونيتي فيدباك هنشوفها دلوقتي، هتلاقي ان المنظر دوت هيطلع لك نفس المنظر دوت. ما علينا دلوقتي، يبقى انت عرفت تجيب ان الاي اس بتاعتنا بالمنظر ده. فبمنتهى البساطه هتروح للسيستم عندك وتروح جايب السي اس على الار اس اللي هي الكلوز. هنقعد بقى نتكلم شويه على مسميات علشان الرموز تختلف من حل لحل، تختلف من مكان لمكان، تختلف من طريقه لطريقه، بس المهم عندي المسميات. ماشي، الكلوز لوب سيستم او كلوز لوب ترانسفير فانكشن هي السيستم كله على بعضه اللي داخل واللي خارج معدي على بلوكايه واحده بس، بدون اي فيدباك، بدون اي كنترولر، بدون اي ترانسفير فانكشنز كتير، هي ترانسفير فانكشن واحده بس من غير اي فيدباك. دي اسمها كلوز لوب ترانسفير فانكشن، دي اللي مستخدمه هنا، هي دي اللي بترمز لها السي اس على الار اس. طب ماشي، طب دلوقتي يبقى انا عندي لو عايز اشوف المنظر دوت اللي هو الجي في الاتش اس ممكن اعمل ايه؟ قلناها برضو في الاول خالص، الجي في الاس ماشي، خليها جي دلوقتي، وتروح عامل هنا كده يونيتي فيدباك، او خليها ماشي جي اس هنا، وهنا في اتش اس هنمسحها دلوقتي، وطالع هنا برضو وداخل هنا مش عارف الكلام دوت وكده ماشي. هنا السي اس، هنا السي اس تمام، هنا الار اس اللي داخل، يعني الايرور اللي هنا او ال الايرور اللي هنا اللي داخل له، مش اللي داخل له الجي اس بتاعتنا اللي هي ماشي كده ونازل كده وطالع كده وداخل كده تاني. يبقى انت اصلا ممكن تشيل السي اس دي دلوقتي عشان دي مش هتعرف تطلعها دلوقتي، وممكن تعمل ان الار اس بتاعتك داخله على حاجه عامله كده الجي اس بتاعتك في الاتش اس بتاعتك. عملت ايه؟ جمعت بلوك ريدكشن عادي ان الجي اس ضربتها هنا كده وهتاخدها، وهي دي اللي هتطلع تجمعها هنا. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيخش السبمشن هنا اللي مسؤول على حساب الايرور دوت، مش اللي داخل هنا كده مضروب في الجي اس ونازل كده وداخل كده الاتش اس وطالع كده. خلاص، يبقى انا اللي داخل الايرور هنا نفس الكلام، ماشي كده مضروب في الجي اس ومضروب في الاتش اس ونازل كده وطالع كده وداخل كده. مش ده نفس المنظر؟ مش ده نفس المنظر الجي اتش اس؟ مش ده نفس المنظر بتاع المعادله دي؟ يبقى دلوقتي، يبقى احنا عندنا مسمى تاني، ده اسمه الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، اللي هي الجي بتاعتك مضروبه في الاتش اس بتاعتك. دي مش الكلوز لوب، دي مش الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم. لا، ليه؟ عشان هنا لسه في فيدباك، لسه ما عرفتش اجيب الفيدباك. الفيدباك هنا كام؟ هنا واحد. ما مالكش دعوه هو بواحد ولا مش بواحد. واحد دوت ممكن تهمله امتى؟ لما يكون بلوكايه كده داخله على بلوكايه كده ممكن تهمل، لو دوت واحد ممكن واحد في الكلام دوت قشطه. بس لو عندك فيدباك ما ينفعش تهمل الواحد. طب هتستخدمه ازاي؟ هتقول ان السيستم دوت كله على بعضه ايه؟ بنفس الطريقه جدا، ان اللي فوق اللي هو الفورورد باس اللي هو الجي اس الاتش اس على ايه؟ مش بيتقسم على واحد زائد لو هو نيجاتيف فيدباك، لو هنا نيجاتيف يبقى واحد زائد الجي اتش اللي فوق مضروب في الفيدباك. طب ايه هو الفيدباك اللي هو الواحد؟ اهو الجي اس في الاتش اس، ده الفكه بتاعت السيستم ده. يبقى دلوقتي عايز اوصل لك ليه؟ عايز اوصل لك ان في ستيدي ستيت ايرور ما ينفعش اول ما يجي لك اي فانكشن تروح معوض في القانون ده. القانون دوت مش فاليد غير في الحاله دي بس، في الحاله اللي هو اوبن لوب ترانسفير فانكشن، اوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي في الاتش اس. يبقى انت الكيس بتاعتك ان يبقى هنا الفيدباك بواحد وجايب لك الفانكشن دي. طب والله لو جايب لك ان الفيدباك مش بواحد، لا، يبقى انت لازم تشتغل بالقوانين دي، انك مش عارف الجي اتش اس بكام بس عارف الطريقه اللي هو تجيب السي اس السي على الار اس على طول دي. تمام، حلو قوي الكلام ده. تعال نخش على حاجه تانية. هو ثانيه، انا لما قلت لك ان انا هجيب لو جايب لك السيستم دوت خلاص انت ممكن تضرب الجي اتش في الجي في الاتش عادي وتستخدم القانون ده، بس انا قصدي اللي هو لو جايب لك الترانسفير فانكشن مش هتعرف تستخدم السي اس على الار اس، لو جايبها لك مش هتعرف ترجعها للجي اتش اس. ده كان قصدي يعني. فدلوقتي لو انت عايز تجيب الاي اس اس بقى هتروح جايبها اللي هي ليميت الاي اس الاس بتاعتك مضروبه في الاي اس بتاعتك اللي هي ايه بقى اللي انت جايبها بالمنظر ده، اللي هي الار اس بتاعتك. بغض النظر بقى هي رامب فهتبقى واحد على اس سكوير، يونت ستيب هتبقى واحد على اس بس، بارابوليك هتبقى اتنين على اس كيوب، ايا كان.
في السي اس على الار اس، دي هيبقى مديها لك، هتعرف تستخدمها في الكون بتاعك عادي وتكمل عادي، وتروح بقى عامل الليمت تضرب في الاس، بعد كده تعمل الليمت عشان تجيب الاي ستيدي ستيت. مش هتعرف بقى تستخدم قوانين اللي هي الكي بي اللي هي الليمت جي اتش اس عشان انت ما عندكش جي اتش اس، او الكي في اللي هي الاس في الجي اتش اس، انت برضه ما عندكش جي اتش اس. يعني بغض النظر عامه كده مش هتعرف تستخدم اي قانون موجود في الجي اتش اس في حاله ان هو مديك الترانسفير فانكشن. ما تقولش انا بقفلها عليك، لا، في حاله ان هو مديك الترانسفير فانكشن لازم تركز انك تعرف تجيب الايرور بتاعك، الايرور بتاعك من الترانسفير فانكشن بتاعتك. بس كده، ده اللي انا كنت عايز اوصله لك. وبرضو ممكن يزود لك بلوكات هنا، انا بس بوضح لك الفهم عشان في المسائل هحل لك على طول، مش هشرح لك المساله عشان انا بشرح لك كل افكار المسائل. لو جاب لك بلوكاي هنا برضو فمش هتعرف تستخدم القانون بتاع جي اتش اس برضو، عشان الترانسفير فانكشن بقى شكلها مختلف، لازم توصل للاوبن لوب ترانسفير فانكشن، مش هتعرف تجيبها، اللي هو المنظر ده مش هتعرف تجيبه. فهتعمله بالطريقه دي كده بحيث انك تجيب السي اس على الار اس بيبقى الريدكشن بتاعك بتاع السيستم كله على بعض، وهنشوفها مساله في الشيت. تاني حاجة عايز برضو أركز فيها الراوث تيبل. فين الراوث تيبل؟ بيشتغل على السيستم كله. انت بتقيس الراوث، لو فاكرين من المحاضرة اللي فاتت، انت بتقيس الاستابيليتي، الاستابيليتي بتاعت ايه؟ بتاعت السيستم كله. فانت لو جايب لك هنا اي بلوكات مع بعض، اي بلوكات، اي اشكال بلوكات، فينا بلوك كمان مش عارف ايه، اي اشكال بلوكات، فانت لما بتقيس الراوث تيبل احنا بنحتاج ايه؟ بنحتاج حاجة اسمها كاركترستيك ايكويشن، او الكاريستيك بولينوميال ايكويشن، اللي هي الدينومينيتور بتاعنا ونسويه بالصفر وبنحل وبنجيب التيبل على اساس الكلام دوت. الكلام دوت كله كان محاضره اللي فاتت. طب الكاريستيك الدينومينيتور بتاعنا اللي احنا نجيب منه الكاركترستيك ايكويشن دي هي ايه؟ هي الدينومينيتور بتاع الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم كله، بتاعت الكلوز لوب، كلوز لوب ترانسفير فانكشن. يبقى احنا هنا لو جاب لك كلوز لوب ترانسفير فانكشن هتشتغل بيه الراوث على طول، هتجيب الدينومينتور بتاعك وتساوي بالصفر وتشتغل التابل بتاع الراوث. طب لو جايب لك الاوبن لوب، الاوبن لوب وقال لك ان هو فيدباك، يونيتي فيدباك، يونيتي فيدباك، يعني الفيدباك بتاعك بواحد وعندك اوبن لوب، فانت هتضطر تجيب الاوبن لوب دوت اللي هو كان شكله عامل ازاي. هنا اوبن لوب اهوت والفيدباك بتاعه بواحد، الفيدباك بتاعه بواحد، يبقى هتشتغل بنفس الكلام دوت على واحد زائد ده في الواحد، يعني ده على واحد بلس ده، تمام؟ هنشوفها دلوقتي برضو في الشيت. فعلشان تجيب راوث تيبل ركز، لازم توصل للكاركترستيك ايكويشن اللي هي الدينومينيتور بتاعه الكلوز لوب ترانسفير فانكشن وتساوي بالصفر، تمام؟ عشان ما تروحش تجيب دينومينيتور مختلف ويكون الحل بتاعك كله 100% بس الفاينل انسر غلط، عشان انت اصلا مستخدم دينومينيتور مختلف والفاينل انسر عندنا هنا الدكتور قال عليه درجه كبيره. تعال نشوف اول مسألة عندنا في الشيت بتاعنا، احنا هنحل الشيت بتاعنا وفي النص فيه مسألة الاساينمنت برضو هنتكلم فيه. هنا بيقول لك يونيتي فيدباك سيستم، يونيتي فيدباك كنترول سيستم ويز كلوز لوب ترانسفير فانكشن، اهي كلوز لوب. فانت عندك الاي بتاعتك، الاي اس بتاعتك المفروض بقى ايه؟ تساوي على طول بقى، وتبقى انت مبسوط ان هي على طول تستخدم القانون بتاعك ان هو الاس الليميت بتاعت الاس في الار اس على 1 بلس جي اتش اس. حلو، الجي اتش اس انت عايزه الجي HS. ازاي هتعرف تجيبها من الترانسفير فانكشن از هول كده، از اقول كده اللي هو كل الترانسفير كل السيستم بتاعك بقى مختصر في الرمز ده، ازاي هتعرف تجيب منه حاجه واحده بس اللي هي اوبن، اللي هي بتاعه الاوبن لوب اللي هي دي كده اسمها الاوبن لوب، الاوبن لوب مش هتعرف تجيبها من الكلوز لوب. ممكن تجيب الكلوز لوب من الاوبن لوب انك تعمل فيدباك يونيتي ان هي بواحد كده والجي اتش اس على واحد بلس جي اتش اس، هتعرف تجيب الكلوز لوب بس معاك الكلوز لوب سيستم اللي هي ترانسفير فانكشن اللي هي كل دي على بعض مش هتعرف تجيب منها الجي اتش اس، تمام؟ يبقى دي الحاله اللي انا شرحت فيها اللي احنا لازم نستخدم القانون بتاع ان هي ار اس بتاعتنا الار اس ناقص السي اس، وتروح واخد الار اس على المشترك عشان توصل لمنظر الترانسفير فانكشن اللي هي سي اس على ار اس. ساعتها عرفت تجيب الاي اس بتاعتك بمعلوميه السي على ار اللي هو مديها لك. تروح بقى عامل بمنتهى البساطه بقى، هو جايب لك ايه؟ شو ذا ستيدي ستيت ايرور ان ذا يونت رامب، يونت رامب، يبقى الار تي بتاعتك بتساوي ايه؟ خليها كده، ار تي بتاعتك بتساوي ايه؟ بتساوي تي يونت اللي هي هنا واحد ورامب يعني هي عامله كده، يبقى دي الفانكشن بتاعتها تي، يبقى الار اس بتاعتك واحد على اس سكوير اهي. يبقى انت عرفت ان هي واحد على اس سكوير اللي هي الار اس بتاعتك اللي هي ديت، واحد ناقص كل الكلام ده اللي هي كي اس بلس بي على اس سكوير بلس اي اس بلس بي. حلو الكلام دوت، حلو قوي الكلام دوت.
انت محتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج تشتغل شوية اختصارات كده مع نفسك علشان توصل في الاخر خالص للمنظر اللي هو 1/S². هتوحد بقى مقامات هنا، الكلام دوت هيوصل لك في الاخر خالص ان هي S² بلس A ماينس K في الاس على الاس سكوير بلس اي اس بلس بي. توحد مقامات عادي جدا، اس سكوير بلس اي اس بلس بي، هتحطها الكلام دوت على اس سكوير بلس اي عشان تعرف توحد مقامات، فتبقى اس سكوير بلس اي اس بلس بي ناقص الكي اس ناقص البي، هتوصل للمنظر ده. ماشي، حلو الكلام ده. دي اس الكلام ده هيطلع لك بايه بقى؟ هيطلع لك اول حاجه انك لازم تختصر قبل ما تعمل الليمت، قبل ما تعمل الليمت لازم تختصر كل الاسات اللي فوق مع بعض عشان ما يظهرلكش انفينيتي، او ما يظهرلكش صفر على صفر، او ما يظهرلكش صفر فوق عامه او صفر تحت على طول. فلازم تختصر الاسات كلها مع بعض. هتلاقي في هنا اس سكوير، فالسكوير دي هتروح مع السكوير دي، هتروح مع الاس اللي هنا، كانك بتقسم على اس. تمام، توصل ان 1/S في الاس بلس اي ماينس كي. خلاص كده يعتبر المسألة خلصت بقى، اس سكوير بلس اي اس بلس بي. ركز، انت عايز تجيب ايه انت في المسألة؟ عشان الحل سهل، الحل سهل. هي الفكرة انك تفهم المسألة محتاجة ايه، او المسألة عايزاك تمشي على انهي سيكونس. انك تحدد السيكونس هتلاقي سهل. انت عايز تشوف ذات ستيت ستيت ايرور، عايز الستيت ستيت ايرور. احنا جبنا الاي اس، جبنا الايرور، جبنا الايرور فانكشن في الاس او في الاس دومين، يبقى انت محتاج الاي اس اس. دي كانت ايه؟ دي كانت الليميت. ده مش قانون، ده مش قانون بقى ليه سبيشال كيس، لا دوت اصلا قانون الفاينل فاليو ثيرم، اللي هي ايه؟ اللي هي عايز تجيب الستيدي ستيت لحاجه، بتعمل ليميت الاس دنس تو زيرو للاس بتاعتك، ده في القانون للاي اس، اللي هي في الاساس خالص كانت اللي هي الليميت تي انفينيتي اللي هي الستيدي ستيت اخر قيمه للفانكشن بتاعتك للاي تي بتاعتك. انت عايز تجيب الكلام دوت اللي هو الاي اس اس. تمام، كام دوت بيساوي؟ هتلاقي الاس بتاعتك راحت مع الاس دي، انت كانك بقى حاطط بتضرب الاس هنا يعني، ماشي؟ فهتلاقي الاس دي راحت مع الاس دي، هتلاقي بقى هتعوض بالصفر هنا، هتلاقي الاس دي هي دي زائد، صح؟ زائد اه، هتلاقي الاس دي بقت صفر، تعوض بالصفر بقى، الاس دي بقت بصفر، الاس دي بقت بصفر، بقى عندك ايه؟ كلام دوت بقى عندك ال A في ال K، ال A ماينس K على ال B. اطلع فوق كده، هتلاقي بيقول لك انت عايز تثبت ان ال E S S بتساوي ال A ماينس K على البي. طب ايه 1/KV ديت؟ انت فاكر لما كنا بنشتغل بالطريقه العاديه كنا بنجيب الكي في بتاعتنا بتساوي ليميت ودي رام للاس في الجي اتش اس والكلام دوت، مش الكلام دوت كان بيطلع لك في الاخر كي، علشان كان في التايب 1 سيستم ال ان ب 1، فانت هتلاقي ان الاس بتاعك راحت مع اس من تحت فهيطلع لك قيمه. فانت من انت يعني وانس انك عرفت ان في فاليو هنا دي فاليو، وانس انك عرفت ان في فاليو للـ E steady state وانت رام، يعني ركز معايا، وانت رام، يبقى انت اول معطى عندك ان هو رام، وعرفت ان الـ ESS بتاعتك ليها فاليو، يبقى انت عرفت ان كده الطيب بتاع السيستم تايب 1. ليه؟ عشان تايب 1 هو اللي كان بيخلي للرام او للفيلوسيتي انبوت يبقى ليه قيمة، والبوزيشن كانت صفر والاكسيريشن كانت بي انفينيتي. حلو قوي الكلام ده، يبقى انت وصلت، انت القانون بتاعها اصلا كان هو ان الاي اس اس بتاعتك بتساوي ايه على الكي. الاي ديت هي كانت بتاعت الرام، فممكن نشيلها نخليها 1 عشان الاي دي كانت تبع الكونستنت بتاع الرام، يعني الاي اس اس كانت هي 1/K. فانت 1/K في اللي هي الكي في يعني هي اللي هي دي، 1/KV اللي هي الـ ESS هي القيمة دي بس. فلو قال لك مثلا عايز تجيب الـ KV فهتقول له الـ B على A minus K. دي مش في المسألة يعني، بس عشان أوضح لك شوية الكلام يعني. تعال نشوف تاني مسألة بسرعة كده. يبقى أول مسألة عملنا فيها إيه الفكرة بتاعتها؟ إيه اللي إحنا مش هننفع نستخدم القانون بتاع الـ GHS على طول بتاعت الـ Open Loop، عشان هو بيديك الـ Closed Loop Transfer Function اللي هي بتاعت الـ Function كلها على بعضها، الـ System كله على بعضه، فلازم تجيب الـ ES أصلا في الأول كانت بتساوي إيه. تمام، عشان المنظر ده كان بيجي من اثبات معين للدي اس بافتراض معين احنا مستخدمين الاوبن لوب، فما دام استخدمت الكلوز لوب لازم تجيب منظر السي على ار في للفانكشن بتاعت الاي اس عشان تعرف تستخدم الاي اس اس فانكشن في الترانسفير فانكشن كلها. تعال نشوف تاني مسألة بقى تاني. فين المسألة؟ بيقول لك كوزير سيستم شو مش عارف ايه ستيدي ستيت، عايزة تثبت ان الستيدي ستيت ايرور بتاعنا للنيوت رامب
اللي هي برضو ال r t بتاعتنا هتساوي t، فال r s بتاعتنا هي 1 على s سكوير اهي، دي هنستخدمها. ان هو بتساوي كده بيقول لك اثبت، يعني ممكن ما يقولكش اثبت ويقول لك اوجد يعني فايند مش عارف ايه، ايا كان ايا كان. يبقى انت محتاج ايه؟ تعال بص هنا بقى المصلحه دي، انت مش دوت منظر ال r s بتاعك داخله على فانكشن معينه هنا ودي يونيتي فيدباك، عرفت منين؟ عرفت ان عندك فيدباك بس قيمته بواحد. يعني ده نفس المنظر بتاع اخر بيدج خالص كتبناها، انا كاتب الشرح في اخر بيدج خالص، اللي هو انت بعد ما استخدمت اصلا واشتغلت عايز توصل للمنظر ده، اللي هو انت في الاثبات العادي بتاعك المنظر ده هو كده. ده مش ترانسفير فانكشن قلناها، ده الجي اتش اس بس. المنظر بتاعك انك عرفت تجيب الجي كانت فين، كانت تحت شويه، اه اهي الجي بتاعتك لما تضرب في الاتش هتوصلك للجي اتش اس. واليونتي فيدباك انا متاكش هنلغي ده، ده مش ريدكشن للسيستم بتاعنا، لا ده مش ريدكشن كامل، هو ريدكشن بس مش كامل. الجي اس لما تضرب في الاتش اس هيديك المنظر دوت بيونتي فيدباك، يبقى انت وصلت ان الفانكشن دي كده على بعضها لما يكون في يونتي فيدباك هي الجي اتش اس. ولازم يقول لك اوبن لوب ترانسفير فانكشن. يبقى نرجع تاني المساله بتاعتنا، هتلاقي ان هي اوبن لوب ستيدي ستيت مش عارف ايه، هيقول لك ايه، لا هو ما قالش اوبن لوب، ماشي ايا كان. هنا عرفت ان هي يونتي فيدباك وعرفت ان المنظر دوت هو الجي اتش اس، الجي اتش اس. يبقى ممكن تستخدم القانون بتاعك على طول ان الاي اس اس بتاعتك من غير بقى ما تجيب الاي اس، انت خلاص عرفتها اثبتناها في المحاضره، اس لزيرو اللي هي الاس مضروبه في الار اس بتاعتنا على 1 زائد الجي اتش اس. ساعتها بقى تقدر تستخدم ان الجي اتش اس بتاعتك هي الكلام ده، بس هتشيل الكلام دوت بقى وتحط مكانه الجي اتش اس اللي هو اوميجا ان سكوير على اس في الاس بلس 2 ايتا اوميجا ان، هتحطه مكان الجي اتش اس وتشتغل وتعوض وتختصر وتلعب براحتك والكلام دوت، هتوصل في الاخر خالص ان هتلاقي برضو في اس هنا كده، هتروح مع الاس دي كده او لا عشان دي واحد بلس، ايا كان ايا كان، هتلاقي انك اختصرت شويه يعني، هتوصل في الاخر خالص ان هي انت عايز تجيب الليمت للاس تنس تو زيرو للاس بلس 2 ايتا اوميجا ان على الاس سكوير بلس 2 ايتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. هتلاقي المنظر دوت طلع لك كده بعد شويه لعب في المعادله دي. هتساوي الكلام دوت بقى ايه، انت بعد ما اختصرت برضو الاسات، فانت لما تعوض بالزيرو في الاسات بتاعتنا خلاص، اس بزيرو هنا ودي بزيرو هنا ودوت كله هيبقى بزيرو هنا، هتلاقي ان دي اس اس بتاعتك هتساوي الاتنين ايتا اوميجا ان على اوميجا ان سكوير. هتلاقي اوميجا ان راحت مع السكوير ديت، هتلاقي ان هي 2 ايتا على اوميجا ان اللي هو اساسا كان عايزك تثبتها، 2 ايتا على اوميجا ان اللي هي 2 زيتا على اوميجا ان اللي هي 2 ميو على اوميجا ان ايا كان، هي دي كده مش عارف تتعمل، دي زيتا وقلناها قبل كده ودي ميو او ايتا يعني، بس كانت بتتقال في المحاضره ايتا فنقولها ايتا احسن، ماشي. طب دلوقتي تعالى نركز، انت مش قايل لك يونيتي رامب، مش انت استخدمت واحده اس سكوير في المنظر دوت اللي هي الار اس دي، استخدمتها بواحده اس سكوير، واحد على اس سكوير ماشي، واستخدمته وعوضت واشتغلت ولعبت والكلام دوت، لقيت ان الاي اس اس بتاعتك اللي انت بعد ما استخدمت رام ولقيت ان الاي اس اس بتاعتك برضو ليها فاليو، اهي دي فاليو اهي، يبقى برضو عرفت ساعتها دوت تايب 1. فممكن يقول لك مثلا في المساله ايه، ان هو ما تحسبليش الاي اس اس، لا انت احسب لي يعني حدد لي التايب بتاع السيستم دوت. وانت ما عندكش الترانسفير فانكشن او ما عندكش الاوبن لوب، انت فاكر كنا بنحدد في المحاضره رقم تقريبا 9 كنا بنحدد الستيدي ستيت، او لا اسف كنا بنحدد التايب بتاع السيستم من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الفانكشن دي، كنا بنحددها على اساس تكون في المنظر بتاع التايم كونستانت فورم، كنا بنشوف الاس تحت ليها باور مرفوع لكام، والباور دوت هو اللي بيحدد لي التايب بتاع السيستم، وكان بيعبر لي عن العدد الانتجريتورز اللي موجوده في السيستم. كل ما زود عدد الانتجريتور كان الايرور بتاعي بيقل، كان مش هكررك الكلام البتاع بقى ده، كنت بفكرك بس بربط لك الدنيا ببعض شويه يعني. فممكن يطلب منك عادي جدا تايب 1 وانس ان هو طلع بفاليو هيقول لك تايب 1، لو طلعت مثلا بانفينيتي مثلا لاي اي حد من الاحوال هتقول ان هو تايب 0 عشان الاكسلريشن او الفلوسيتي عندك في التايب 0 بتطلع بانفينيتي. طب لو قلت لك ب 0 يبقى انت عرفت انك تايب 2 عشان تايب 2 الفلوسيتي بتاعتك بتطلع ب 0، الاي اس اس بتطلع ب 0 ماشي. المساله الثانيه بقى رقم بي، بيقول لك ريزيستد ايرور كان بي اليمينيتد، ممكن تمسحها خالص بانك تريديوس، انك تزود يعني بروبوشنال بلس ديريفاتيف اللي هي البي دي كنترول،
البي دي كنترول اللي شرحناه المره اللي فاتت. بعد كده بيقول لك فايند الكي اللي تخلي الزيرو ستيدي ستيت ايرور، توصل لستيت ستيت ايرور. طب فين الكي اساسا؟ اللي هو اهي بيقول لك انا زودت الترم ده وكده، زودت البلوكايه دي كده بحيث ان هي تطلع لي الاي اس اس بتاعتنا بزيرو. يبقى انت التارجت بتاعك انك تجيب الاس اس بتاعتك وفي الاخر خالص تساويها بالزيرو، بس التارجت بتاعك جاي من الكنترولر دوت. فتعالى نمشيها واحده واحده. هل ساعتها بقى هتعرف تستخدم الجي اتش اس بتاعتك هي الجي اتش اس بتاعتك دي؟ لا. طب هتعرف تجيب الجي اتش اس بتاعتك الجديده؟ لا برضو. وما هتعرف تجيب ايه؟ تعرف تجيب الترانسفير فانكشن. والله انا استاذ ان انا اجيب ترانسفير فانكشن. تخلص روح اشتغل بالترانسفير فانكشن، هتجيب الاي اس من اول خالص بقى، ان هي ايه؟ ان هي الار اس بتاعتك. نفس الكلام ناقص، المفروض ناقص السي اس، فهناخدها على مشترك تبقى واحد ناقص السي اس على الار اس دي اس كده بتساوي ايه بقى؟ هتجيب السي اس على الار اس. بمنتهى البساطه بقى احنا اسدنا احنا اساتذه في الكلام دوت، السي على الار اس اللي هي ايه؟ اللي هي المنظر دوت كده، الفيدباك يونتي سيستم مضروب في الفيد الكنترول دوت اللي هو ايه؟ اللي هو عايزين نجيبها دي لوحدها كده، سي اس على الار اس بتساوي الواحد بلس كي اس. ده كده تبع الكنترول بتاع تبع البروبوشنال ديريفيتيف بلوكايه دي، او مسميها هنا فلتر يعني، مضروبه فيه. افتح بقى براكت كبير كده اللي هي ايه؟ اللي هو كل الكلام ده اللي هو اوميجا ان سكوير على الاس في الاس بلس 2 ايتا اوميجا ان على ايه؟ على واحد زائد يونتي فيدباك. المفروض تضرب الكلام دوت في الفيدباك اللي هو واحد اصلا، فهتضربه في نفس الكلام تاني اس اس بلس 2 ايتا اوميجا ان وتشتغل. هتبسط الكلام دوت ازاي؟ انك تضرب في اس في اس ماينس بلس دي بلس صح او بلس 2 ايتا اوميجا ان، هتعرف تشتغل شويه وتبسط والكلام دوت، هتوصل في الاخر خالص لمنظر السي على ار اس. تعال نكتبها على طول بقى، ان الاي اس بتاعتنا هتساوي بكل الاختصارات ديت، هتوصل في الاخر خالص ان هي الار اس بتاعتنا بتساوي ايه. نركز، هو قال لك في نفس السيستم، نفس الستيت سيستم، انت عايز تاليمينيت ال انت عايز تخلي الستيت ستيت ايرور بزيرو، فانت عايز نفس السيستم بنفس الانبوت اللي هو اليونت رام، فانت مستخدم نفس الار اس اللي هي واحد على اس سكوير. فالار اس بتاعتك اللي هي ديت هي واحد على اس سكوير وواحد ناقص السي اس، يعني واحد ناقص كل الكلام ده لو انت ان انت طلعته، اللي انت طلعته لوحده ما طلعتوش معاك، هيطلع لك في ايه الكلام دوت بعد ما تختصر شويه يعني؟ هيطلع لك اس سكوير بلس 2 ايتا اوميجا ان اس ماينس الكي اس اوميجا ان سكوير على الاس سكوير بلس 2 ايتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير. حلو الكلام ده، اختصر الاسات الاول، لما تختصرش ماشي اختصر الاسات الاول، هتلاقي السكوير دي راحت مع السكوير دي ومعاها الاس دي ومعاها الاس دي. فانت بقى هتجيب بقى الاي اس اس بتاعتنا، خلاص وصلنا للمرحله النهائيه، الاي اس بتاعتنا بتساوي ليميت اس تنس تو زيرو للاس بتاعتك، ما تنساش الاس بتاعتك دي، هتضربها في الاي اس بتاعتك دي اللي هي الاس دي، هتروح مع الاس دي وهتشيل بقى كل الاسات اللي هنا بقى. هنا الاس هتحطها بزيرو، الاس دي خلاص اتشالت كده كده، الاس دي هتحطها بزيرو، الاس اللي هنا كلها تتحط بزيرو، فهتبقى في خالص في الخالص خالص ايه بقى ده كده البراكت دوت يعني، هتبقى لك في الاخر خالص ان الاي اس اس بتاعتك بتساوي 2 بتساوي الكي في الاوميجا ان سكوير هتساوي ايه؟ سالب هادي لا لا لسه هي دي مش كلها بزيرو، ده هي دي بس اللي اختصرت مع الاس دي، بس دي لسه موجوده، فهتبقى 2 ايتا اوميجا ان ناقص اوميجا ان سكوير على هنا في كي برضو، هنا في كي الاس دي برضو مختصره مع الاس دي مش متشاله بزيرو، الزيرو بس كان متشال تحت واللي فوق ده على الاوميجا ان سكوير. الكلام دوت بيساوي ايه؟ الكلام دوت بيساوي ممكن تقسم على الاوميجا ان او تختصر شويه، فتبقى 2 اوميجا ان، فالاوميجا ان دي هتروح مع السكوير دي، نفس الكلام مع السكوير ده كله، السكوير دي هتروح مع السكوير دي، فيبقى لك 2 ايتا، هنا في كي نسيتها برضو دي ناقص 2 ايتا على اوميجا ان اللي هي 2 ايتا اوميجا ان على الاوميجا ان سكوير ب 2 ايتا على اوميجا ان ناقص الاوميجا ان الكي اوميجا ان على الاوميجا ان هي الكي. حلو قوي، انت جبت ايه؟ انت جبت الاي اس اس. طب هو في المسألة كانت طالب منك انك تجيب الاي اس اس ب ب ب فانكشن في الكي والايتا والاوميجا، لا ده كان قايل لك هات لي قيمة الكي، هات لي قيمة الكي اللي تخلي الاي اس اس بزيرو، فهتروح هنا تروح جايب قيمة الكي اللي تخلي الاي اس اس بتاعتك بزيرو، فهتلاقي الكي بتاعتك بتساوي 2 ايتا
على اوميجا ال. خلصت المسألة بتاعتك. يبقى انت محتاج تزود بلوكاية هنا او فلتر او كنترولر هنا، بحيث ان الكي بتاعك تساوي 2 ايتا على اوميجا ان، عشان توصل انك لما تدخل رام انبوت يطلع لك الاي اس اس بتاعتك بزيرو. وكده خلصت المسألة. تعال نشوف مسألة تانية. يبقى هنا فكرة، هنا ايه الفكرة؟ في الاول انك استخدمت الاي اس اس بتاعتك بالقانون اللي هو الار اس ناقص الار سي اس، وجبتها من اول خالص الار سي اس. المسألة دي عملت مرة بالقانون بتاعك، والمرة التانية احتجت انك تمشي بالقانون ده، ماشي؟ يبقى انا عشان تيجي تبقى دماغك امتى تستخدم دوت وامتى تستخدم دوت، فأهم حاجة فكك من المسميات. ممكن تسميها جي بس، ممكن تسميها جي اتش اس، ممكن تسميها يعني ممكن تسميها انت تسميه، بس الفكرة في المسميات. المسميات هنا قال لك يونت رام، وجاب لك شكل السيستم ان هو يونتي فيدباك، فانت عرفت ان المنظر ده هو الجي اتش اس بتاعتك. ده اللي احنا اصلا عملناه وبسطناه شوية. يبقى عشان تستخدم ممكن تستخدم ده على طول، بس هنا لقيت ان المنظر بتاع الكوميونتي فيدباك. بس لا، في هنا كمان حاجه، فما ينفعش تقول ان ديت بتساوي جي اتش اس. لا، دي مش بتساوي دي مش بتساوي جي اتش اس في الحاله دي. يبقى لازم تشتغل بالترانسفير فانكشن عاديه خالص، وتعمل بلوك ريدكشن لكل الكلام دوت مع دوت فيدباك بواحد، وتضرب في الكلام دوت كانه بلوكتين مضروبين في بعض. ده بعد الفيدباك اللي انت عملته هنا، وده اللي هو الكنترولر اللي داخل عليه، وتشتغل عادي خالص زي ما عملنا هنا. هو فين عملنا فين اهي الواحد على زي كي اس في الريدكشن بتاع الفيدباك يونتي فيدباك. تعال نشوف المساله الثالثه. المساله الثالثه هي بتاعه الاساينمنت. المساله دي لما شويه من الاستابيليتي بتاعه راوت تيبل، ولما شويه من الستيدي ستيت ايرور بتاعتنا. فتعال نحل كده المساله ببساطه او نقراها الاول. جايب لك سيستم اهوت بيقول لك لو الاف اس بتاعك بواحد، يبقى انت اول المساله بتاعتك دي ايه كده، ان الاف اس دي مش موجوده عشان دي كده خلاص بواحد. ده اول حاجه بتاعتك. بيقول لك هات الرينج بتاع الاي والبي بتاعتك عشان تخلي الكلوز لوب سيستم دوت ستيبل. خلاص انت شفت كلمه ستيبل، فانت عارف انك هتشيك الاستابيليتي بتاعتك براوث تيبل، فانت محتاج تجيب الراوث تيبل. قلنا الراوث تيبل بيجي منين في اول فيديو خالص؟ قلنا ان هو بيجي من الدينومينيتور بتاع الترانسفير فانكشن كلها. يبقى انت عايز تجيب في الاول خالص السي اس على الار اس بتاعتك اللي هي كلها، عشان تعرف تجيب الدينومينيتور بتاعك. هو ايه بقى؟ هو الريدكشن بتاع الكلام ده اللي هو ايه، اللي هو الاي على الاس بلس 5 فيدباك مع الواحد بلس على الاس بلس بي، واللي يطلع اضربه في الواحد اللي هو اصلا خلاص كده. يبقى انت هتبقى ايه على الاس بلس 5 على الواحد بلس الاي على اس بلس 5 مضروبه في الفيدباك بتاعك اللي هو واحد على، انت بتجيب الريدكشن كله على بعضه. فالكلام ده كله هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ايه اس بلس بي على بعد ما تشتغل يعني وتخلص اس سكوير بلس 5 بي بلس بي في الاس بلس 5 بي بلس اي. ركز، انا قسمتها كده عشان اعرف اخد الاس سكوير لوحدها والاس لوحدها والاس باور زيرو لوحدها. فانت دلوقتي هتروح تجيب الراوت تيبل زي ما انا المره اللي فاتت، هنقول اس سكوير واس هنا واس باور زيرو هنا، وهتعمل كده. ايه هو الدينومينتور بتاعك او ايه هو الكاركترستيك ايكويشن بتاعتك؟ ان هي الاس سكوير بلس 5 بلس بي في الاس بلس 5 بي بلس اي. ده كده بتاعت الاس باور 0، ودي الاس باور 1 اهيت، ودي الاس سكوير اهي. فالاس سكوير هيبقى جنبها ايه؟ هيبقى جنبها الواحد، الواحد ده، وهتسيب دوت وهتحط جنبها 5 بي بلس اي، 5 بي بلس اي، وهتيجي تحت تحط جنبها اللي جنب الاس هنا اللي انت سبته 5 بلس بي. وانا ممكن تقسمها بطريقه مختلفه، انك تكتب 1 5 بلس بي وكمل كده، تمشي كده 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 وهكذا، يعني ايا كان باي طريقه انت عايزها. فانت عايز تجيب دلوقتي الاليمنت اللي موجود هنا. طب دوت خلاص ما فيش، خلاص ده بزيرو. عايز تجيب الاليمنت اللي موجود هنا. قبل ما تحسب كل حاجه قلت لك برده المره اللي فاتت ان لما يكون عندك الرقم دوت بزيرو، فانت كده كده هتعمل ايه؟ هتقسم على 5 بلس بي صح، وهتضرب الواحد في الصفر ناقص ده في ده. فانت كده 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 هتلاقي انك بتضرب ده في ده وتروح قاسم على ده، فهي هي بتطلع ال 5 بي بلس اي. ده على طول يعني لما ده بزيرو. بس انت عايز تعملها تقول سالب واحد على الخمسة بلس بي في الديترمنت بتاع واحد خمسة بي بلس اي، وهنا خمسة بلس بي وهنا صفر. هتيجي تشتغل هتلاقي الواحد في صفر بصفر ناقص ده في ده صح، ده في ده، وكده كده انت بتضرب في سالب وبتقسم على واحد منهم. فانت هتلاقي ده راح مع ده مثلا، والسالب راحت مع السالب، هتبقى لك الخمسة بي بلس اي اللي انا قلتلك عليه. حلو الكلام ده. هتروح بقى تتشيك ازاي؟ لا هو مش بيقول لك تشيك، مش بيقول لك تشيك، لا بيقول لك هات الرينج بتاع الاي والبي بحيث ان هي تبقى ستيبل، بحيث انك تحقق الاستابيليتي. طب الاستابيليتي بتاعتك كانت الكونديشن بتاعها ايه؟ ان ما يكونش فيه تشينج في الساين.
ده كده لما تتنقل من هنا لهنا مفيش تشينج في الساين، لما تتنقل من هنا لهنا مفيش تشينج في الساين. فانت لازم الخمسة بلس بي تكون موجب، في نفس الوقت لازم الخمسة بي بلس اي تكون موجب برضو. فانت عندك شرطين، ان الخمسة بلس بي لازم تكون اكبر من الصفر موجب، والخمسة بي بلس اي نفس الكلام تكون اكبر من الصفر، بحيث ان ما يحصلش تشينج في الساين. فانت عرفت ان البي عندك لازم تكون اكبر من السالب خمسة، كده اول رينج للبي عندك. ولو حطيت البي عندك هنا بالكريتيكال بتاعتها اللي هي سالب خمسة عشان تجيب الرينج بتاع الاي اللي هتبقى خمسة في سالب خمسة بسالب 25، فعرفت ان الاي بتاعتك لازم تكون اكبر من 25. كده انت عرفت تجيب الرينج بتاع ان الاي والبي بحيث ان يحقق الاستابيليتي بتاعت السيستم دوت. السؤال التاني بيقول لك، حتى هنا بيقول لك بي وسي ودي، استخدم الايرور بتاعك بيساوي الار تي بلس ماينس سي دي. ما ينفعش تستخدم الار اس على طول على واحد بلس الجي في الاتش، ده مش هينفع. ده بيقول لك هنا كمان هنت اهوت انك تستخدم الكلام دوت. بيقول لك والله لو الاف واحد ديت بواحد برضه خلاص، يبقى الاف اس دي لسه بواحد. فايند الستيدي ستيت ايرور فور يونت ستيب انبوت، يبقى انت عندك يونت ستيب انبوت، فانت عارف ان الار تي بتاعتك يونت ستيب يبقى هي بواحد، يبقى الار اس بتاعتك بتساوي واحد على الاس، يبقى انت دي هتستخدم في الايرور. يبقى انت في الاول كنت بتستخدم الاستابيليتي، تستخدم بتشيك على الاستابيليتي، يبقى انت استخدمت راوت. السؤال التاني بيقول لك ستيدي ستيت ايرور، فانت استخدم الاي اس اس بتاعتك بالقانون بتاعك. يبقى اول حاجه هتعملها ان الاي اس بتاعتك، انا مش هحل المساله كلها، انا عارف ان هي اساينمنت ولازم تتحل، بس انا صراحه لسه ما حلتهاش اصلا، بس قلت انا اشرحها بالمره عشان موجوده في الشيت. الاي اس بتاعتك بتساوي الار اس ناقص السي اس بيساوي ايه؟ بيساوي الار اس بتاعتنا زي ما قلنا، تفتح براك كده واحد ناقص السي اس بتاعتنا، مش هكملها برضو للاخر، انا هقول لك بس فكرتها عشان الحالة اصلا لسه محلتهاش برضو. وانت عندك هنا يونت ستيب، ونفس الكلام ان هي خلاص الار اس بتاعك عرفتها ان هي واحد على اس، صح كده؟ يبقى الار اس بتاعتك بواحد على اس جبتها. طب والسي اس على الار اس، انت مش لسه جايبها فوق نفس الطريقه بالظبط اهي، مش هي هي دي اللي اختلف؟ مفيش اي حاجه اختلفت. تعمل ريدكشن لكل اللي هو السي اس على الار اس، هي هي بالظبط، ودي لسه بواحد، فهيكون نفس القانون بالظبط، هيكون نفس القانون. يبقى انت هتاخد نفس الكلام ده كده وتحطه تحت، تحط نفس الكلام ده وتحطه هنا، وتروح طارح واحد طرح منه الكلام ده، هيطلع لك في الاخر خالص ان الاي اس بتاعتك انت خلاص جبت الترانسفير فانكشن وعرفت الار اس بتساوي بتاعتك كام، هتجيب الاي اس بتاعتك هتلاقيها بتساوي واحد على اس. في كلام كبير قوي بقى كده انا مش مهتم بيه الصراحه، او لسه يعني مش هكتب كل الكلام ده يعني. في الاخر خالص هتلاقي ان الاي اس اس بتاعتك بتساوي ليميت ال S tends to 0 لل S بتاعتك في ال E S اللي انا اصلا ما كتبتهاش هتساوي ايه. هتلاقي بقى هتختصر شوية السات مع بعض، هتختصر الاول السات اللي فوق هنا، هيظهر لك هنا شوية السات هتختصرها مع ال S ديت، هتروح هتبقى لك فوق شوية كلام، هتبقى لك فوق ال 5 B plus A minus A B، الكلام ده كلام كده على ال هتبقى 5 B plus A تحت، فانت هيطلع لك كلام كده كتير وبتاع. هتلاقي في الاخر خلاص ان الاي اس اس بتاعتك هتبقى بخمسة بي ماين بلس اي ماينس اي بي على الخمسة بي. انت هتقعد، انا لسه قايل لك انا محلتش المسألة وازاي حافظ النواتج او ازاي بجيب الناتج من غير ما احلها، انا اكيد حليتها عشان اعرف اشرحها يعني، اكيد فهمتها وحليتها عشان اعرف اشرحها، بس لسه ما كتبتهاش اصلا عشان تتسلم يعني، لسه ما مره فاتت كتبتها بي دي اف وبتاع شرحتك على البي دي اف، فانا اصلا لسه ما عملتش اي حاجه من دول، فانا قلت اشرحها الاول يعني. فماشي الكلام دوت عظيم قوي. هو عايز ايه؟ انا نسيت هو عايز ايه. بيقول لك فايند ستيت ستيت ايرور مش عارف ايه، مش جايب لك اي كونديشن، فخلاص هو عايز ستيت ستيت اد ستيت ستيت كونديشن بقى الاي والبي كان ماشي كنا نشتغل، بس هو خلاص انت جبت اي اس اس بي شويه بارامترز، البارامتر دي ايه جوه الفانكشن، انا ماليش دعوه انت جايبها لي جوه الترانسفير فانكشن، انا هجيبها لك انا منين، فانت تجيبها له بمعلومات الترانسفير فانكشن. تعال نشوف تالت واحده دي مختلفه شويه اهي. بيقول لك عندك بقى دي بقت كي، يعني دي ما بقتش واحد لا دي بقت كي. بيقول لك هات الفاليو بتاع الكي عشان الستيت ستيت بتاعك بيبقى بزيرو، نفس فكره المساله اللي فاتت، هتروح تجيب دي كي اهي، مش دي ترانسفير فانكشن كامله اللي هي بتاعت الجزء دوت كده، مش دي هي هي دي، تمام، هتضرب في كي هتحط هنا كي بس، نفس الكلام بالظبط، وتروح شغال بالاي اس بتاعتك. انا مش مزود صفحه، تعال نزود صفحه في الاخر خالص، هتروح كاتب الاي اس بتاعتك بتساوي نفس اليونت ستيب لسه ما اتغيرتش واحد ناقص، هتلاقي بقى الكلام كده كبير الكي اي في الاس بلس بي، وهتقسم على كل الكلام اللي تحت برضو دوت، وتروح شغال ازاي، هتقول ان الاي اس اس بتاعتك بتساوي الليمت
S tends to zero ال S مضروبة في الواحد على S اللي هي ديت مضروبة في نفس البلوكات ديت، هتلاقي ال S دي راحت مع ال S دي، هتلاقي شوية S-ات فوق كده راحت مع شوية S-ات فوق برضو كده، وهتظبط الدنيا وكل حاجة. هتلاقي ان الدنيا وصلت في الاخر خالص ان دي اس اس بتاعتك بالكي. خلي بالك ان عندك هنا بارامتر زياده كي اللي هو الاف اس اللي كانت بره خالص، اللي كانت في المسائل اللي فاتت او في النقطتين اللي فاتت كانت بواحد. الاي اس اس بتاعتك هتلاقيها بخمسة بي بلس اي ماينس كي اي بي على الخمسة بي بلس اي. حلو قوي، انت جبت ستيدي ستيت، بس هو ما قالكش هات ستيدي ستيت، لا ده بيقول لك هات الكي، هات الرينج بتاع الكي، او هات الكي اللي تخلي ان الستيدي ستيت بتاعك بزيرو. بس بمنتهى البساطة ايه اللي بيخلي الكلام دوت بزيرو؟ ان البسط يكون بزيرو، يبقى 5b plus a minus k ab المفروض تساوي زيرو، يبقى ال k بتاعك بتساوي ايه؟ بتساوي ال 5b plus a على ال ab، جبت ال k بتاعتك، يبقى ال k بتاعك المفروض تخش بالرقم دوت عشان يطلع لك steady state بتاعك بزيرو. يبقى خلصت المسألة، نفس الخطوات بالظبط، انت الفكرة بس انك هتساوي في الآخر بزيرو. المسألة الأخيرة بقى دي بيقول لك ال اف اس بتاعك رخمت شويه، بقت المنظر ده كده، بيقول لك ديفايند كي 1 كي 2 عشان تخلي ستيت ستيت، نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام مفيش اي اختلاف. هتنزل تحت وكل اللي هتعمله انك بدل ما تحط كي هنا، بدل ما تحط كي هنا هتحط الرقم بتاعها اللي هو كي 1 على اس بلس كي 2، وهتشتغل بنفس الطريقه. هتلاقي في الاخر خالص ان طلع لك ان الاي اس اس بتاعتك ب 1 ماينس الكي 1 على كي 2 في ال AB على الخمسة B plus A. حلو كده، طلع لك الكلام دوت. الكلام دوت طلع لك امتى؟ طلع لك بعد نفس الخطوات دي، ان ال ES بتاعتك بتساوي واحد على S نفس ال unit step، واحد ماينس ال transfer function بتاعت السيستم كلها، transfer function بتاعت السيستم كلها، تروح جايب ال ES limit لزيرو، تضرب ال S في ال ES بتاعك انت جبتها من هنا، وهتطير ال S مع ال S وهتشتغل مش عارف ايه، وهتجيب ال ES بتاعتك اهي اهي دي. هتساوي الكلام دوت، مفروض تجيب ال K1 وال K2 ان الكلام دوت يبقى بزيرو. يعني ايه؟ يعني تعال نودي دوت كده الناحية التانية، ال K1 على K2 في ال AB على ال 5B بلس A، المفروض الكلام دوت يساوي واحد. وديت بس دوت الكلام دوت هنا فاخدته يساوي واحد، ماشي. الكلام دوت يساوي واحد امتى؟ لما اللي فوق يساوي اللي تحت. طب اللي فوق يساوي اللي تحت امتى؟ لما اللي جنب ال AB هو هو ال 5 بي اي، عشان تعرف تطير مع ال 5 بي اي بلس اي، ولما ال دي كي 2، ولما كي 2 تساوي الاي بي. يعني انت عندك ان ال كي 1 المفروض تساوي ال 5 بي بلس اي، وعندك ال كي 2 بتساوي ال 5 بي بلس اي. الكلام دوت لما بيساوي بعض كده، لما ال كي 1 تساوي ال 5 بي بلس اي، فال كي 1 هتبقى 5 بي بلس اي هتروح مع ال 5 بي بلس اي، والاي بي لما الكي 2 تساوي الاي بي، فالاي بي اللي فوق هتروح مع الاي بي اللي تحت، فهيطلع لك بواحد، يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت. صراحة الموضوع دوت ممكن برضو، يعني ممكن تعمل كده وتقول مثلا 3، وتعمل كده وتقول مثلا 3، فدي مش قيمة معينة بالظبط، انت عندك قيم كتير بحيث ان اللي فوق يساوي اللي تحت، فدي مش ده حاجة شبه مثلا اللي هي نسبة وتناسب. فكده كده في قيم كتير ممكن تخلي الكي 1 والكي 2 مع بعض يساوي واحد، بس وانت شغال هنا فانت عندك سيستم معين، عندك بارامترز معينه، فسويها بالبارامتر اللي عندك، ما تقعدش بقى تختلط ان في 3 هنا و3 هنا. ده يعني ده الحل بتاعي انا الصراحه، يعني مش عارف هنحلها ازاي بالظبط، بس الحل دوت هيطلع لك صح، والحل بتاعي اللي هو انك تزود اي كونستنت كده كده هيطلع صح، عشان كده كده اللي فوق هيزود تحت، بس طبعا لازم يبقى بيساوي بعض عشان يروحوا مع بعض، كي 1 فوق وكي 2 تحت. ماشي، ايه تاني كده؟ المساله بتاعت الاساينمنت خلصت، مش كلها مش بنفس الخطوات، بكل الخطوات، بس جبت لك الدنيا شويه. تعال كده نقول سريعا الحاجات ديت تبع راوث تيبل. هو بيقول لك خلاص، هو بيقول لك ايه 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 عايز الاستابيليتي، ويجيب لك الكاركترستيك ايكويشن على طول، يعني دي الكاركترستيك ايكويشن على طول، مش محتاج تجيب اي حاجه واجيبها لك جاهزه، وبيقول لك شوف الاستابيليتي بتاعتك. اول مساله دي سهله مباشره، هي شكلها اصعب من التانية بس مباشره، مباشره ومش محتاجه حاجه، وهجيب الرينج بتاع الكي عادي بمنتهى البساطه. تعال نشوف التانية كده سريعا، هتلاقي ان الاس 4 هنا، الاس 3 هنا، الاس سكوير هنا، الاس زيرو هنا، وهتشد لك خط وتحط هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، هنا الكي، هنا واحد اللي هي الواحد دي والواحد دي والواحد دي، بعد كده الكي والواحد ده. عايز تجيب ديت، فهتبقى ايه؟ سالب واحد على الكي على واحد واحد كي واحد. طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت بقى سالب واحد على الكي، انا بحب اكتب لك خطوات عشان بس تبقى حافظ القانون، يعني واحد في واحد بواحد ناقص كي، فهيطلع لك الكلام دوت ايه؟ ممكن تدخل السالب دوت جوه فتغير بس شكل اللي فوق، فترتيب اللي فوق يبقى كي ناقص واحد على الكي،
ماشي، والكلام ده هيكون ايه؟ قلت لك ان هنا في زيرو، فانت كده كده تضرب واحد في زيرو وهتنقص منه الكي وهتقسم على الكي اللي هي في سالب برضو، فدي دايما بتطلع المنظر ده، ده بيبقى هو ده ماشي، عشان بس ما تحلهاش يعني والكلام ده. طب ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي سالب واحد على، ركز، هتقسم على ده المرة دي كي ماينس 1 على الكي، determined الكي، الكي ده والواحد ده وده وده، الكي والواحد كي ماينس 1 على الكي، وهنا واحد. هتشتغل وتحل شوية هتلاقي دوت الكلام دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك سالب كي على الكي ماينس 1 في الكي ماينس الكي ماينس 1 على الكي. هتحلها شوية هتلاقيها وصلت لآخر خالص معاك لحاجة كده فيها سكوير، اللي هي هتضرب دوت جوه يعني، فهيبقى سالب كي سكوير على الكي ماينس 1، وهنا في بلس سالب كي هتروح مع الكي، والكي ماينس 1 هتروح مع الكي ماينس 1، هتبقى لك بلس 1. فده المنظر بتاعك. وممكن برضو تشيل السالب دوت بإنك تغير الترتيب بتاع دوت، فتبقى واحد بلس وتشيل السالب اللي فوق، فيبقى كي سكوير على واحد ناقص الكي، كأنك بس بدلت، كأنك ضربت فوق وتحت في سالب يعني، مفيش أي مشكلة. فده يبقى المنظر بتاعك، هيبقى هنا إيه، نشيل بقى المربع الفاضي دوت، نحط مكانه إيه، واحد بلس الكي سكوير على الواحد ناقص كي، ماشي. وهنا هيكون إيه، خلاص أنت الاتنين دول عندك فيديو، فدي هتبقى زيرو، واللي هنا إيه عندك دي زيرو، فدي هتبقى واحد. خلاص نفس التدريب، هنا هنا زيرو، فهتحط هنا واحد، تضرب ده في ده وتقسم على ده، فيطلع لك واحد. حلو الكلام ده. يبقى انت محتاج ايه؟ انت بتحتاج تتشيك على الاستابيليتي بتاعتك. فالمفروض عندك هنا ما يكونش في تشينج، هنا ما يكونش في تشينج، هنا ما يكونش في تشينج، هنا ما يكونش في تشينج. عندك هنا موجب، يبقى الكي عندك لازم تكون موجب. يبقى انت اول حاجه عندك خالص ان الكي تكون اكبر من الصفر، بس ده اول كونديشن عندك، ان الكي تكون اكبر من الصفر. وبرده برده لو فاكر في راوت تيبل اساسا لما اتكلمنا عليه، قلت لك ايه؟ قلت لك ان وانت بتشيك الاستابيليتي، او انت عايز تشيك الاستابيليتي، بتشوف الاول خالص الدينومينيتور، او بتشوف الكاركترستيك ايكويشن. والله لو كل الكوفيشنت موجب ساعتها تشيك، ساعتها تشوف هل موجب، هل ستيبل ولا مش ستيبل. بس لو ظهر لك اي كوفيشنت هنا سالب او بصفر، هتقول ان هو ان ستيبل على طول من غير ما تكمل. فانت الكي هي انت عندك هنا في الكوفيشنت، فانت عارف عشان يكون ستيبل اساسا لازم يكون موجب، لازم الكي تكون اكبر من الصفر، تمام. يبقى خلاص الكي عندك يكون اكبر من الصفر، اول كونديشن عندك، ده اول كونديشن عندك. تاني كونديشن ان الكي ماينس 1 على الكي لازم تكون اكبر من الصفر، عشان ده برضه يكون موجب، وانت عارف ان الكي اللي تحت هنا اكبر من الصفر، فكده كده خلاص الكي بقت بموجب، فانت عايز اللي فوق هنا يكون بموجب برضه، عشان موجب على موجب بموجب. ممكن تقول ان ممكن تكون الكي بسالب وكي ماينس 1 بسالب، ماشي ده تمام، بس في الحاله دي لا، الكي عندك لازم تكون بموجب، فما ينفعش تفترض ان الكي هيكون اصغر من الصفر، يبقى لازم تفترض ان الكي اكبر من الصفر، وساعتها الكي ماينس 1 لازم تكون اكبر من الصفر. يبقى الكي ماينس 1 اكبر من الصفر، يبقى ساعتها الكي اكبر من الواحد. ادي تاني كونديشن عندك. يبقى من الاثنين دول هتعرف ان الكي لازم تكون اكبر من الواحد، عشان يعرف يحقق لك دوت ويعرف يحقق لك دوت. خلاص يبقى انت عندك كونديشن اساسي هنا، تعال كده نعلم عليه بالاحمر كونديشن دوت كده، هو الكي اكبر من الواحد. لسه ما خلصتش، ما تقولوش الكي اكبر من الواحد، لا لازم تخلي برضو المنظر دوت يكون اكبر من الواحد. يبقى المفروض واحد بلس كي سكوير على واحد ماينس كي لازم يكون اكبر من الواحد، صح كده؟ صح. يبقى انت محتاج ان ممكن توحد مقامات شويه، فهتقول الواحد ماينس كي بلس كي سكوير على الوان ماينس كي، توحد مقامات، اكبر من الواحد. فساعتها لازم يكون اللي تحت اكبر من الواحد عشان يكون اكبر من الواحد، و لا اسف، هو اسف انا فصلت شويه، هو ده زيرو، المفروض ده زيرو اكبر من الزيرو، وساعتها هيكون اكبر من الزيرو برضو. فعشان يكون اكبر من الزيرو فلازم يكون اللي تحت دوت موجب واللي فوق دوت موجب، يعني لازم يكون عندك الواحد ماينس كي اكبر من الصفر، ساعتها هتقول ان الكي بتاعتك اصغر من الواحد، كأنك بتحط الكي هنا كده، هيكون الكي اصغر من الواحد. تمام تمام لا مش تمام خالص، انت عندك كونديشن فوق اساسي ان الكي اكبر من الواحد، فما ينفعش تكون تقول ان الكي هنا اكبر من الواحد، ده كونديشن عشان يحقق لك المنظر ده يكون اكبر من الصفر، اللي هو لازم في الاستيبل، وتقول له هنا الكي اصغر من الواحد، ماشي الكي اصغر من الواحد ممكن تحقق لك الشرط ده، بس هتبوظ لك الشرط ده، فما ينفعش، لازم تمشي بالشرط اللي هو الاساسي عندك. مش بقول لك كده عشان ده جامد، لا ده مش جامد ولا حاجه، هو ليهم نفس البريوريتي، ليهم نفس الاهتمام، بس الفكره انك خلاص انت جبت واحد دوت لازم يكون الكي اكبر من واحد عشان يبقى موجب، تمام. يبقى ما ينفعش تغيره تحت تقول لا الكي ممكن تكون اصغر من واحد، خلاص دوت مرفوض،
ده مرفوض، ان الجي اصغر من واحد ده مرفوض، ما ينفعش تكمل اصلا. طب ايه الشرط التاني؟ ممكن تكون حالة تانية، ان ال1 ماينس كي، ان ال1 ماينس كي تكون اصغر من الصفر السالب. ازاي؟ عادي ان الكي تكون اكبر من الواحد. هتجيب الكي هنا كده تقول ان الكي اكبر من واحد. طب عظيم قوي، طب ما انا عارف ان الكي اكبر من واحد. طب تعال نكمل، لازم اللي فوق برضو يكون بسالب، عشان سالب على سالب يبقى موجب. يبقى لازم اللي فوق دوت ال1 ماينس كي بلس كي سكوير يكون اصغر من الصفر، يكون بالسالب. طب تعال نشتغل شوية كده، هتلاقي ان الكي سكوير عندك ماينس الكي بتاعتك لازم تكون اصغر من الواحد. حلو، وانت عندك شرط ان الكي لازم تكون اكبر من الواحد. طب تعال كده نجرب، واحد سكوير ماينس واحد بصفر، الكلام ده غلط. طب اتنين سكوير، اتنين سكوير واحد غلط طبعا، عشان لازم يكون اكبر من واحد. فلو اتنين سكوير فاتنين سكوير باربعة، اربعة ناقص اتنين اللي هي الاتنين عادية هتبقى باتنين، فدي مش اصغر من الواحد. طب لو تلاتة تسعة ناقص، فتلاقي ان اي رقم هنا لو عملته سكوير وطرحته من الرقم نفسه هيطلع لك حاجة اكبر من الواحد. فالشرط دوت مش هينفع يتحقق مع الشرط ده، يبقى الشرط ده ما ينفعش يتحقق مع الشرط ده. هتيجي فوق تقول لي خلاص الكي بقت اكبر من واحد، بس ما عندكش اي شرط تاني يحكم الواحد ده. ما تقوليش مثلا الكي اكبر او اصغر، يعني اكبر من واحد المفروض اصغر مش عارف من 50، لا خلاص هو انت الكي عندك اكبر من واحد. لما عملت ان الكي اكبر من واحد بوظت لك الشرط دوت، ان الكي اكبر واحد مش هتظبط لك الشرط دوت. في نفس الوقت ما عرفتش تجيب شرط تاني مختلف عن الكي اكبر من واحد، عشان الكي اصغر من واحد برضو مش هيشتغل مع ان الكي اكبر من واحد. فانت في الاخر خالص ايه لقيت؟ ان الكي بتاعتك والله لو ولا نافع انها تكون اكبر من واحد، ولا نافع انها تكون اصغر من واحد، ولا نافع تكون اي حاجه. فالكي عندك ما عندكش رينج للكي انها تحقق لك الاستابيليتي. فالكي عندك دي باي رقم مش تعرف تجيب لها رينج انها تحقق الاستابيليتي، يبقى ما تقول له ما فيش رينج للاستابيليتي في السيستم ده. بس كده، بحيث انك ما لقيتش اصلا اي كي ممكن تشتغل او اي رينج للكي، يبقى دوت مش بريوريتي جامد، ده مش جامد ولازم امشي كله على بعض زيه، ده مش الحاله العامه. هو بس الفكره انك جبت ان الرينج بتاعك دي عرفت ان هي موجب بالشرط ده ان الكي اكبر من واحد، خلاص ما ينفعش تبوظه، ما ينفعش تبوظ تقول له خلاص ممكن اظبط ان الجي اصغر من واحد، لا ما انت كده تبوظ ده. نفس الفكره تحت، مش هتنفع تبوظ ان الكي اصغر اكبر من واحد عشان ده، ما دي برده مش هتبوظ. فتمام، يعني لازم كل الشروط تحقق كل حاجه، مش تحقق حاجه وتسيب حاجه، ومش مش تكسل انها تحقق حاجه. ماشي، طب المساله دي انا مش هحلها بس اقول لك فكرتها على طول. بيقول لك هات الرينج بتاع الكي برضو عشان تشيك الاستابيليتي بتاعت اليونيتي فيدباك كنترول سيستم. ركز بقى، الهوز اوبن لوب ترانسفير فانكشن. هل فاكر الاستابيليتي كنا شغالينها ازاي؟ فين الاستابيليتي؟ الاستابيليتي كنا شغالينها ازاي؟ راوت تيبل. طب الراوت تيبل كان شغال على ايه؟ على الاول سي اس على الار اس. كنا بنجيب الدينومينيتور بتاع الترانسفير فانكشن، طبعا مش هي الار اس، يعني لما نجيب الترانسفير فانكشن الكبيره كنا بنجيب الدينومينيتور بتاع الترانسفير فانكشن. طب هل دي ترانسفير فانكشن؟ لا، ده بيقول لك اوبن لوب. كنا احنا في الراوت بنشتغل على كلوز لوب، وهنا الاوبن لوب. طب الاوبن لوب كان شكلها عامل ازاي؟ كان شكلها عامل كده. هنا الاوبن لوب بتاعتنا اللي هو هنا مسميها جي اس، قلت لك ما تركزش على مسميات، ما تركزش على رموز، ركز على المسميات. هنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن ونازل منها يونتي فيدباك، اهو قايل لك يونتي فيدباك. يبقى لازم الفانكشن دي تجيب الكلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي كلها على بعضها، اللي هي ايه؟ اللي هي الجي اس على واحد بلس الفيدباك، ده فيدباك عادي، الجي اس في الواحد، ده الفيدباك في الواحد بس، وتشتغل على الفانكشن دي اللي هي الكي في الاس ماينس 2 على الكلام دوت على واحد بلس كي ماينس 2 مش عارف على الكلام دوت، عشان تعرف تجيب الدينومينيتور الصح اللي انت هتستخدمه في الكاركترستيك ايكويشن. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، ده كده الشيك كامل، ودي نفس الفكره برضو. يعني اتمنى تكونوا استفدتوا كده الشيء كامل. عارف ان الفيديو طول بس حقيقي حقيقي حقيقي، يعني الفيديو دوت من يعني قلت لك في الاول خالص ان اعتبر انك خدت كده مواضيع كتير، والفيديو دوت ايه لما هم لك كده. بس اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا وسلام.